جزء التكنيكال بقى عايزك تكون فاهم الجزء بتاع التكنيكال بتمشي فيه ازاي. مبدئيا كده كجزء تكنيكال انت لازم تتاكد كويس جدا جدا ان صفحتك بتبتدي ب HTTPC، ده بيدي معايير الامان والثقه لجوجل ولليوزر كمان اللي بيخش على الموقع. يعني لو انت جبت حد يعمل لك الويب سايت ولقيت ان الويب سايت مش بادئ بلينك HTTPS اللي هو بيمتد للويب سايت بناء على السكيورتي بتاعت الويب سايت ومدى امان الويب سايت، يبقى انت فيه عندك حاجه غلط في الويب سايت. زي مثلا ما احنا شايفين هنا كده، انت لازم يكون الويب سايت فيه الاس اللي هو السكيور بتاع الويب سايت. لما الويب سايت بيديك نوت سكيور او بيدي اللينك بتاعه مفهوش السكيور، بيبقى انت كده في عندك حاجة غلط في الدومين بتاع الويب سايت، ودي حاجة بتبعدك عن الظهور في محركات البحث بشكل دائم ومحدد، وكمان بيقلل من الكواليتي بتاع الويب سايت. من اللينكس او الويب سايت اللي مهمه جدا وانت شغال انك بتشتغل على، لازم انت تيست الويب سايت بتاعك بتشتغل على التول دي، مهمه جدا جدا عشان تديك التيست بتاع الويب سايت. لازم بتتأكد ان الويب سايت سليم ما فيهوش مشاكل، ان الويب سايت شغال بامان، وبتاخد الاناليسز بتاع الويب سايت وتشتغل عليه بشكل كويس. طيب تعالى كده مثلا، لو احنا قلنا او شفنا هنا عندك الويب سايت نوت سكيور، عندك الويب سايت هنا نوت سكيور، دي حاجة مش كويسة في الويب سايت ومش بتديله الثقة في جوجل ولا الثقة في المفروض لليوزر اللي بيخش عندك. فتعالى مثلا كده ناخد الويب سايت ده كده مثلا ونشوف التفاصيل بتاعته بتقول ايه. ناخد اللينك ونروح على التول بتاعتنا، نحط اللينك بتاع الويب سايت، خلينا نجيب الهوم بيج. الصفحة الرئيسية تمام. طيب تعالى كده ناخد الصفحة دي ونشوفها بدل ايه الويب سايت التاني، ونستارت تيست ونشوف الاوبتمايزيشن بتاع الويب سايت بيقول ايه والتيست بتاعه بيدينا ايه بالظبط. هنا بتست الويب سايت ك تيستنج بيشتغل هنا، بص بيديك معدل التيستنج بتاع الويب سايت وبيشتغل على انه يديك كل التفاصيل بتاعت الويب سايت بكل التفاصيل سواء التكنيكال او الجزء بتاع الهوم بيج وسرعه الموقع وكل التفاصيل. هنا بيبان لك الويب سايت بيج بيج وتفصيله تفصيله، التفاصيل بتاعت الويب سايت من كل حاجه، الكونتنت بروكن والتايم لاين بسرعه الويب سايت بكل حاجة، وبيديك كل المؤشرات بتاعة الويب سايت، كل صفحة الريسورس بتاعتها بالتفاصيل بسرعتها بكل حاجة، وكمان بيديك الويب سايت بكل حاجة عنه كتفاصيل، وممكن كمان تخرج الكلام ده في داونلود وتعرف التفاصيل أكتر عن الويب سايت. هنا الويب فيزيت بيقول لك برضو كتفاصيل الفيتيلز بتاعت الويب سايت بكل تفاصيلها، بالكونتنت كمان بتاع الويب سايت، بالكونتنت ايه التفاصيل اللي فيه، عندك كام كونتنت والمعايير بتاعت الكونتنت بتاعتك مظبوطة ولا لأ. كمان بيديك الدومينز بتاعت الويب سايت، ايه المشاكل لو في ويب سايت لو في لينك في مشكلة او حاجة، وهنا بروسنج بيديك كل التفاصيل بتاعة الويب سايت، كل التفاصيل والاناليسيس بتاعة الويب سايت، حتى كمان بيديك الاناليسيس بتاعة الصور، الاناليسيس بتاعة الصور بتاعة الويب سايت وكل حاجة. هنا عندك اللينك بالايرور بتاعه وبيقول لك المشكلة بتاعة الايرور ايه والريسورس بتاع المشكلة. هنا هتلاقي الكونسول لوج، هنا بيديك كل التفاصيل بتاعه الويب سايت، هنا بيشتغل على الاناليسيس بتاعه الصور بتاعه الويب سايت،
بيقول لك الويب سايت الصور بتاعته بكل الاناليسيس بتاعته، سواء هو الصورة باد ولا الصورة كويسة بكل حاجة. هنا الصورة تعتبر كويسة، الصورة اللي بعتها برضو تعتبر كويسة كويسة، خلاص كده عندك الصور بتاعت الويب سايت كلها ما فيهاش أي حاجة عندك. بس لو حاجة مش تمام هيقول لك إن الويب سايت ده الصورة دي مش كويسة، والصورة دي مسارها واتساب أصلا. تمام، ده الرينيم بتاع الصورة نفسها، ده الرينيم يعني الصورة دي أصلا واصلة للي رفعها على الويب سايت من خلال الواتساب. من هنا هتفهم الاناليسيس بتاعت الويب سايت وهتبلغ كل التفاصيل بتاعت الويب سايت. تمام، تعال نخش بقى بعد كده على اليو ار ال. تفاصيل اليو ار ال هنا بيقول لك ان الاتش تي تي بي سي اللي احنا بنتكلم فيها دي السكيور بتاع الويب سايت، والدومين بتاعها هنا بيديك ان ده الورلد وايد ويب، ان ده موقع موجود على الشبكة العنكبوتية في كل أنحاء العالم. هنا الدومين نيم بقية التفصيلة بتاعة اللينك، والتلت كلمة كوم أو دوت نت دوت انفو، الكلام ده كله بنسميه إيه دوت كوم أو دوت نت، الكلام ده كله بنسميه التلت إيه التلت. طيب بعد كده عندك إيه تاني؟ آخر حاجة اللي هي امتداد الصفحة بيكون اسمه سلوك. تمام، السلوك ده هنا بيبان في فيما بعد اللينك بتاع الويب سايت، فيما بعد اللينك بتاع الويب سايت. تمام، ده هيفرق معاك في ان انت تكون فاهم اللينك بتاع كل ويب سايت لازم أن يمشي ازاي، لازم أن يمشي بنفس الطريقه. طيب بعد كده عندك ايه تاني؟ عندك الجزء بتاع السايت ماب. لازم لما تبني ويب سايت يكون في السايت ماب مرسوم ك زي ما احنا شغالين، انت عندك الاباوت وعندك البرودكت، عندك ايه التفاصيل بتاعت الويب سايت والله الهيستوري الكونتنت، وعندك هنا البروجكت مثلا. تمام، وعندك الجزء الثاني بتاع ايه مثلا لو احنا عملنا حاجه خاصه بالعاصمه الاداريه. تمام، يبقى احنا كده عارفين الناس الانترست تخش على البرودكت سواء بروجكتس عامة أو تخش على العاصمة الإدارية دايركت. وهنا عندنا البروجكت دايركت لو هو عايز مشاريع تانية، وهنا عايز يخش على الهيستوري نفس اللي احنا بنشوفه. لو احنا هنا نفس الكلام ده لازم ترسمه على الورق قبل ما تبتدي في الويب سايت نفسه. طيب عندك بعد كده لازم تشتغل على جزء مهم جدا وهو الدوبليكيت كونتنت. لازم تكون عارف ان ما ينفعش الويب سايت يدخل عليه من عندك او حد يخش على الويب سايت من خلال لينكس مختلفه، علشان بتتقري كانها دوبليكيت كونتنت من جوجل. يعني لو انت عندك الويب سايت بتاعك تعالى ناخد المثال ده مثلا، هنا عندك العاصمه دوت كوم www.العاصمه.com، بعد كده 3W، بعد كده العاصمة دوت كوم اندكس اتش تي ام ال، بعد كده دومين دوت سلاش وما الى ذلك، كل دول يفتحوا صفحة واحدة، ما انت كده هنا عندك ايه؟ عندك مشكلة. لازم تخلي بالك من المشاكل دي وتراجع الكلام ده كويس جدا جدا علشان ما يحصلش عندك ايه مشكلة على الويب سايت او يكون في عندك ايرورز انت مش عارف ايه هو. عندك بقى بعد كده الاجزاء بتاعت الريزلت مهمه جدا جدا، السنابتس بتاعت جوجل في النتائج مهمه جدا جدا، عشان كده دايما بنرشح المحتوى الخاص في الريال استيت بالنقط. لو انت بتتكلم عن مشاريع، بتتكلم عن تفاصيل المشاريع، لازم ان تكون جزء جزء. يعني مثلا فور اكزامبل اكتب له افضل 10 مسابقة في العاصمه وما الى ذلك. يعني عندك مثلا هنا الجزء بتاع الشوبينج ريزلت، من الحاجات المهمه جدا ان انت تكون حاطط الشوبينج بتاعك على الويب سايت وحاطه على جوجل ومربوط بيه. الحاجات المهمه جدا لازم تراجع هل الويب سايت عندك، سؤال هنا، هل الويب سايت عندك فيه شوب ولا لا. بعد كده عندك الجزء بتاع الويب سايت لازم يكون فيه سايت لينك، اللينكات بتاعت الويب سايت متفرعه وباينه جوه الويب سايت. الحاجات دي بتراجعها مع المتخصص بتاع الاس اي او، ودي اهم الحاجات في الريال استيت كاس اي
أو تمام. بعد كده عندك الصورة بتاعت الصور، ناس كتير جدا بتخش على البروجيكتس عشان تجيب الصور، تمام، صور بروجيكتس، صور المشاريع، فانت لازم تكون من الناس اللي بتظهر في الصور، تمام. دي حاجة مهمة جدا جدا، خصوصا للعميل بيخش يدور على صور المشاريع، تمام. الجزء بتاع الارتكلز مهم جدا جدا جدا، تمام، كتابتك للارتكل والابحاث مثلا عن اهم المشاريع في نهضة العاصمة مثلا وما الى ذلك. طيب بعد كده في حاجات مهمة جدا ككيوردز، وحاجات تانية مهمة في الكورتس، دي من الحاجات بتاعت الويب سايت ك ريال استيت، مهمة جدا جدا، وبتظهر زي مثلا لما بتدور على مشروع زي اورا بتلاقي نجيب سويرس وتلاقي شخصيات من او طلعت مصطفى وما الى ذلك، تمام. طيب بعد كده برضو عندك نفس القصة بتاعت الشخصيات، لو انت بتدور على اسماء شخصيات وده هيفرق معاك برضو جدا. موضوع اللوكال الماب بتاعك مهم جدا، تمام. الباكينج مهم جدا جدا جدا، لازم تخلي بالك منه وتشتغل عليه بشكل كويس وتضيف نفسك على الخريطة بتاعة جوجل. الحاجات دي كلها محتاجك تراجعها بشكل مهم جدا جدا جدا، وتأكد ان انت الحاجات دي متضافة في الويب سايت وتشتغل عليها بشكل كويس جدا جدا جدا. طيب بعد كده تعالى بقى نشوف بقية الأجزاء التانية. موضوع الكويتشنز مهمة جدا جدا، لما تيجي تكتب أورتيكل في الجزء بتاع الهوم بيج حاول تحط الصور بتاعتك الكيوردز بتاعتك على صيغ سؤال، بتفرق جدا جدا في النتائج بتاعت جوجل، تمام. وطبعا جزء تويتر، الناس اللي بتسأل على موضوع تويتر بيستخدمه فيه، وفي ناس كتير جدا شركات مش بتشتغل تويتر، هو تويتر بيبان لي في المشاريع لما انت هتشتغل على تويتر كبروجيكتس، مهم جدا جدا جدا، تمام، ان انت تشتغل عليها كبروجيكتس هتفرق معاك بشكل كبير جدا جدا، وهتبلغ البروجيكتس كتويتس على جوجل بشكل كبير، هتبقى انت الوحيد تقريبا اللي بتعمل كده على حسب كل بروجكت، تمام. دي النتائج بتاعت جوجل المهمه جدا جدا كريال استيت، والنقط المهمه جدا جدا اللي لازم نخلي بالنا منها وبتقع معانا جوه الريال استيت كجزء التكنيكال، لازم تخلي بالك منها وتشتغل عليها. وكمان المفروض هنشتغل على جزء تشيك ليست علشان تكون فاهم ازاي تطبق الكلام ده والحاجات المهمه اللي المفروض تراجعها، وهقول لك التولز كمان اللي بتشتغل بيها هتكون عامله ازاي وايه هي وتستفاد بيها ازاي.